بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في شرح جديد من شروحات شبكة الكفيف التقني العراقي. اليوم شرحنا عن موقع وتطبيق إدراك، بس احنا راح نستخدم الموقع وليس التطبيق. قبل فترة قدمنا شرح عن موقع رواق، وقلنا موقع رواق يقدم دورات عبر الانترنت، دورات متنوعة، تشاهد عدة فيديوهات وتجاوب على الأسئلة اللي وضعها أستاذ المساق، وبعدين راح تحصل على شهادة. هذا كان برواق. اليوم اجينا بشرح تطبيق إدراك. إدراك نفس الفكرة نفس الفكرة أيضا عندهم دورات العفو مساقات عندهم مساقات، وبعدين أيضا إجابة عن أسئلة، وبعدين تحصل على شهادة. فبس شوية أحب أعطي ملاحظات بالبداية. هم أيضا عندهم تطبيق، بس اللي خلاني ما أستخدم التطبيق ما أتحدث، من نزل لحد الآن صار أشهر ما أتحدث، فبي مشاكل اللي هي أنه الأسئلة اللي يوضع أستاذ المساق ما يقراها الناطق، أو أصلا هي يمكن ما موجودة. والشي الثاني أنه من تختار واحدة من المساقات تريد تدخل عليه يدخل لك بواحد ثاني، فلهالسبب خلاني أختار الموقع. بس انا راح اخلي لكم ايضا، نخلي الرابط التطبيق ايضا موجود اللي يحب يستخدمه. بالتكرار هو ممكن انه بالنسبة لهذه ما يفتح المساق، ممكن انه انت تختار تحاول ويا عدة مرات ينفتح. هو ما يختلف هواي عن ذاك الموقع، بس بي اشياء تختلف طبعا، اكيد نفس الفكرة هي. فراح نشرح لكم تطبيق ونشوف شنو بيه من محتويات وشنو بيه من تفاصيل، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا في شرح موقع إدراك، وراح نبدأ وياكم الشرح. باعتبارك أنت كجديد مسجل جديد بالموقع، فعليك أنه تسوي تسجيل حساب جديد، سواء إن كنت بالموقع أو بالتطبيق. تدخل على إنشاء حساب، الأسهل لك حتى تقدر تسجل، تختار التسجيل عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الجيميل، هاي أسهل، أفضل من ما أنه تختار التسجيل، طبعا هاي تلقاها بالأخير أفضل من ما تختار تكتب اسمك والاسم الأول والإيميل وتجيك رسالة عن طريق البريد الإلكتروني. فأنت تتخطى هذا الشيء وتسجل عن طريق البريد. أنا أفضل البريد الإلكتروني إذا أنت مسجل داخل بريدك الإلكتروني بجهازك، فأفضل من حتى من الفيسبوك. فبعد ما تدخل ومتري تدخل أيضا، يعني طلعت أو طلب منك تسجيل دخول مرة ثانية، تدخل بلي مسجل بي أنت أفضل وأسرع لك. فبعد ما تدخل راح تدخل تلقى هذه أول شيء بالواجهة، الانتقال إلى المحتوى الرئيسي. الانتقال إلى المحتوى الرئيسي، طبعا التطبيق لولا المشاكل اللي بيه فهو أسهل من موجود بالموقع، يعني أكو أشياء ما موجودة هنا وما نحتاجها إحنا، فموجودة هناك يعني ما موجودة هناك وموجودة هنا وما نستفاد من عدها. راح أشرح الأشياء اللي مهمة تهمنا وبس، ما علينا قبل بقية حتى
المقطع يكون قصير. اهلا نائل قاسم نوام. اها عين ان www.org عن ادراك كيف تتعلم عبر عن ادراك. عن ادراك يعني عن المؤسسة، هي تابعة لمؤسسة الملكة رانيا وهالشيء هذا. كيف تتعلم عبر ادراك، كيف تتعلم عبر ادراك يعني يقول لك هي منصة الكترونية وتكون يعني فد واسطة بينها، تكون هي اللي عن طريق هالجامعات والمعاهد يدخلون ويقدمون شهادة المساقاتهم. المساقات والمساقات وعلم، خلينا ندخل على علم. مركز المساعدة ومركز المساعدة تسجيل وتسجيل الخروج. فأهلا أهلا نائل قاسم نوام، زرعين زرعين خط مائل إلى الأمام خالي خالي. خلينا نشوف شنو يعلم. عن إدراك كيف تسجيل خالي لوحة خالي خالي العالم خالي خالي لوحة المعلومات خالي العالم العربي بحاجة إلى قادة وأصحاب بصيرة من أمثالك استفهام. خالي غالبية الناطقين باللغة العربية لا يمكنهم التعلم إلا بالعربية، لكنهم على استعداد للمساهمة في أحداث التغيير ووضع بصماتهم على العالم. نعم. شارك خبراتك ومعرفتك معهم من خلال تطوير وتدريس مساق معنى استفهام. خالي انتم خالي مركز المساعدة. يعني هذا كل ما موجود بيعلم، يعني فد شيء مختصر. اللي راح نروح لها المرة النوبة خالي أهلا نرجع نائل زرع زرع خالي خالي دبليو دب خالي عن إدراك كيف تتعلم المساقات والمساقات تسجيل الخروج وتسجيل الخروج خالي تسجيل كيف تتعلم عبر المساقات. خلي ندخل للمساقات أولا وتالي نروح المساقات في إدراك. أهلا نائل قاسم نواب زرعين خالي انزل. خالي دبليو دبليو خالي عن إدراك كيف المساقات تسجيل خالي لوحة المعلومات خالي الكل الحالي القادمة الكل والحالية والقادمة. الكل يعني مثل ما تعرفون كل المساقات، والحالية الموجودة المنتهية والقادمة والمنتهية الدائمة والدائمة خالي جميع المساقات خالي إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية القادمة القادمة أعرف المزيد على درب الحقيقة الصحافية الاستقصائية. فأنا لا راح أختار خالي جميع المساقات خالي الدائمة. خلي أختار الدائمة بس حتى أقول لكم شنو اللي ضروري بيها هنا. المساقات في إدراك. أهلا نائل زرعي زرع خالي خالي دبليو دب خالي عن إدراك كيف لوحة خالي الكل الحي المنتهى الدائم خالي جمعية إدارة المشاريع الأردنية أعرف المزيد جم خالي المساقات الدائمة خالي جم أعرف إدارة المشاريع كمهارة حياتية. إدارة المشاريع كمهارة حياتية ندخل هذه دائمة مشاريع كمهارة حياتية إدراك. أهلا نائل قب زرع زرعين ننزل بعد خالي خالي www خالي عن إدراك كيف تتعلم عبر إدراك المساقات تسجيل الخروج خالي ننزل لوحة المعلومات خالي خالي زر سجل 22 10000 زر سجل الآن خالي لوحة المعلومات ننزل خالي زر سجل الآن سجل الآن. إذا ضغطت عليها راح أسجل بالمساق بس أنا ما أريد أسجل 22 10 2017. أها العربية العربية واحد ساعة أسبوعيا واحد ساعة أسبوعيا خالي 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 إدارة المشاريع كمهارة حياتية خالي الأعمال والريادة قسم الأعمال والريادة يعني بس هم ما ذاكرين. شارك شارك خالي. إذا تريد شاركها على الفيسبوك أو على تويتر خالي خالي مقدم من مقدم منين مدعم من. زر سجل الآن نبذة عن المساق وأيضا هذه نبذة عن المساق. ما رأيك بإدارة المشاريع؟ هل أنت مهتم بهذا المجال وهل تريد أن تتعلم أكثر عن هذا المجال؟ هذا المساق هو الطريق الذي يمكنك اتباعه لتتعلم أكثر عن إدارة المشاريع واستخدامها كمهارة حياتي. ينطلق هذا المساق من خلال التركيز على مراحل إدارة المشاريع منذ البدء حتى الانتهاء بشكل بسيط ومن خلال تقديم الأمثلة والتي يمكن عكسها على الحياة الواقعية سوف يتمكن المشاركون في هذا المساق من فهم مبادئ إدارة المشاريع الرئيسية بحيث يمكنهم تطبيقها في حياتهم العملية. يعتبر هذا المساق مقدمتي في إدارة المشاريع وإدارة خالي ستتعلم في هذا المساق وأيضا ستتعلم في هذا المساق أيضا إنشاء بناء معرفتي خالمة معرفة أهمية التواصل خلال جميع فهم معرفة أغلب هذا نبذه عن جمعية إدارة هذا المساق مقدم من جمعية إدارة المشاريع الأردنية وفريقها من المتطوعين بالتعاون مع إدراك نبذه عن جمعية إدارة يعني إلى أن تنزل بالأخير. هذا كل ما موجود بالمساق. خالي خلي نروح لوحة المفاتيح يعني ندخل على واحد من المساقات اللي مسجل بي أنا
حاليا هو مستمر وراح ينتهي. اهلا نائب زرع زرع خالي خالي طبيب خالي عن كيف المس تسجيل خالي لوحة المعلومات. هاي لوحة المعلومات هي كل المساقات، هنا المساقات اللي مسجل دي داخل بها انت، سواء السابقة ولا الحالية ولا المرتقبة ومسجل بيها، فكلها هنا تطلع. اهلا نائل قاسم نواب عين ننزل علم المساقة علم مركز تسجيل لوحة مساقة الذكاء الذكاء ندخل على الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي اي نعم الذكاء العاطفي. اي معلومات المساقي ادراك الانت اهلا نائق عين ان دبليو دب ادراك تسجيل لوحة محتويات المساق معلومات المساق محتويات المساق المحتويات يعني الفيديوهات هنا والأسئلة وكلها تلقاها هنا معلومات المساق ومعلومات المساق فاصلة كرل منتدى النقاش منتدى النقاش هنا كل ما يتعلق بال النقاش يعني الأسئلة يعني خطة المساق وخطة المساق جدول المواعيد وجدول المواعيد قاموس المصطلحات قاموس المصطلحات الأسئلة المتكررة والأسئلة المتكررة المراجع والمصادر والمراجع والمصادر اللي ماخذيها من عندهم العلامات العلامات هي يعني تدخل بيها وهو يقول لك أنه هذه بيها درجات لو ما بيها يطلع لك الفيديوهات والأسئلة وكل ما موجود بالمساق ويقول لك أنه عليها درجات لو لا تحديثات المساق وأخباره أها تحديثات المساق وأخباره December 18, 2017 أعزائنا المتعلمين أها. مع نهاية هذا المساق نود أن نشكركم جزيل الشكر على مشاركتنا في هذه التجربة التعليمية المميزة ونتمنى أن نكون قد استطعنا التمكين من الوعي بذاتنا والتحكم بها ونود إعلامكم أنه قد تم بحمد الله الطلاق الأسبوع الرابع والأخير من هذا المساق خالي نرجو أن نكون عند حسن ظنكم من خلال الردود على أسئلة المناقشة واستفساراتكم التي تلت إلينا ونرجو يعني ما عدنا شي وياه معي يعني خلي نشوف قاموس المصطلحات قاموس المصطلحات أكيد يعني أكو مصطلحات ما معروفة أو أي شيء جدول المواعيد لأنه أنا هم دخلت عليه ما لقيت شيء بقاموس المصطلحات فما يسوى أدخل بي يعني ممكن يكون هذا فد شرط من المساقات أنه إذا أكو فد كلمة غير معروفة قاموس جدول المواعيد خطة المساق جدول المواعيد خطة المساق وخطة المساق خطة المساق ما تحتاجها ليش لأن هو راح يذكر لك إياها بالبداية وشوف الفيديو وراح تدخل على خطة المساق وتعرف شنو بيها منتدى النقاش منتدى النقاش خلينا ندخل بيه ونشوف منتدى اكيد ينشرون بي و فتح بس خطة المساق مناقشة ادراك نافذة ننتظر يفتح كامل مناقشة أي إدراك الانتق أهلا نائق عين أن ننزل إدراك تسجيل لوحة ننزل محتوى مع منتج فاصل خطة المساق جدول قام الأس المرب العلم زر من مواضيع النقاشات كافة النقاشات بحث كافة النقاشات وبحث تحرير البحث في كافة المنشورات أها الفلترة صندوق خيارات مغلقة عرض الكل عرض الكل ترتيب صندوق خيارات مغلقة حسب أحدث الأنشطة نهاية المساق مثبت هذا مثبت ما بواسطة تقييم المساق طاقم المساق 109 الأستاذ أحمد ألاسيت معكم اليوم الخميس 14/12/2017 مثبت بواسطة تقييم 112 توضيحي فيما يتعلق بموضوع الاختبارات مثبت بواسطة تقييم المساق 32 الأستاذ أحمد الأسد مع مثبت بواسطة 3 المحتوى الكتابي PDF للمحاضرات المحتوى الكتابي PDF مثبت بواسطة 7 الأستاذ أحمد مثبت بواسطة 100 استبيان بيوستون لقياس مدى الذكاء العاطفي استبيانات هنا وأسئلة يعني مثبت بواسطة 9 ترحيب مثبت ترحيب مثبت بواسطة 100 الأعداد السلبية 1 النشاط نشاطات وال 1 100 هنا والاستبيانات طبعا طبعا الاستبيانات ما عليها درجة هم ما خلنا عليها درجة سبعة بواسطة مثبت المح ثلاثة بواسطة مثبت الأستاذ أح اثنان بواسطة مثبت توضيحي فيما يتعلق بموضوع الاختبارات خلينا ندخل على هذا توضيح بما يتعلق بموضوع الاختبارات طبعا هم الاستبيانات أكيد راح يستفادون من عدها
لأنه دائما ما يستخدمون هم بكتابات بحوث ما بحوث، فأكيد راح يستفادون من هذه الاستبيانات. Start. مناقشة إدراك مستند توضيحي في المحادثة الحالية توضيحي في مثبت بواسطة 2 الأستاذ مثبت بواسطة 3 المحتوى مثبت بواسطة 7 الأستاذ أحمد مثبت بواسطة 100 استبيان بيوستون لقياس مدى الذكاء مثبت خلينا ندخل على هسه هذا كمان فتح مثبت بواسطة تقييم المساق 59 ترحيب 9 استبيان بيوستون قائمة open link new tab مناقشة إدراك مستند استبيان ما جاي يفتح بس ليش ما أدري مثبت بواسطة 9 ترحيب مثبت بواسطة 100 العداد سلبي 1 النشاط 1 مستق 1 مستق 1 هذه 1 هذه الأفكار 1 النشاط 1 النقاش 1 سنابل 1 شباك جوهري 1 طهرية بيك 1 أنا 1 استبيان مفيد 1 بس ما جاي واحد بديت انه بس واحد يفتح من ادهن ما جاي يفتح شكرا واحد تحميل المزيد استبيان مفيد حواري منشور منذ حوالي 2 ساعة من قبل الامغاري مربع تحديد غير محدد صوت لهذا المنشور مربع تحديد غير محدد يوجد حاليا 0 صوت مربع تحديد غير محدد متابعة زر قائمة فرعية المزيد استبيان مفيد متعلق استبيان مفيد شكرا متعلق ب الأسبوع الرابع استبيان بيوستون للذكاء العاطفي هذا المنشور مرئي للجميع سفرد انشر ردا شريط الأدوات طبعاً زر خط يعني ما أعرف هذا بس كاتبين بس شكرا هما زر خط مائل كنترول اي فصل زر رابط تشعبي كنترول زر نص مقتبس يعني مو ضروري بالنسبة اللي يريد بس يتعلم وأكو أشياء اكتشفوها أنتو خارج أهلا نائب عين انزل بعد تسجيل لوحة محتويات المساق معلومات المساق وعندنا معلومات المساق خلينا ندخل بيها نترك هذا موضوع منتدى النقاش معلومات المساق إدراك أهلا ننزل خلينا نشوف شنو بي هذا تحدي تسمر أعزائنا المتعلمين أها. مع نهاية هذا المساق نود أن نشكر النجم هنا 14-12 ألف مع التحية تقييم المساق تسمر أعزائنا المتعلمين أها. نستمر في مساق الذكاء العاطفي من خلال اطلاق محاضرات الأسبوع الثالث نحن سعيدون جدا بتفاعلكم يعني مثل ما شفتوا انا ما حكيت انه هم يكتبون انه شلون الاعلانات مستمر معنا من خلال منتدى النقاش والنشاطات المتاحه ونتمنى ان تكون حلقات النقاش المباشره التي تتم مع الاستاذ احمد عبر منتدى النقاش قد افادتكم ونتطلع لرؤيتكم في حلقات النقاش القادمه بعد ان تحدثنا في الاسبوع الاول عن الوعي بالذات وقمنا بنشاطات مختلفه تساعدنا على معرفه ذاتنا وفهمها من ثم انتقلنا للاسبوع الثاني وكيفيه التحكم بالذات وتعلمنا بعض الطرق المقترحه للتخلص من الغضب القلق والكآبة نعود معكم الان في الاسبوع الثالث لنستكمل الحديث عن المكون الثالث من مكونات الذكاء العاطفي وهو تحفيز الذكاء تاجيل نود ابلاغكم ايضا اننا نقوم تبعا بادراج المحتوى الكتابي للمحاضرات تدريجيا في صفحه منتدى النقاش عبر المنشور المثبت تحت عنوان المحتوى الكتابي PDF للمحاضرات تذكر دائما قول أرسط ويمكن لأي شخص أن يغضب هذا سهل لكن أن تغضب من الشخص المناسب المناسب مع تحت تقييم المساق يعني مثل الإعلانات يعني December 6 أعزائنا المتعلمين وكذلك قراءة المناقشات والتفاعل مع بريد الكتروني بالموعد الإجابة على كافة الاستفسارات المرسلة كما يمكنكم العودة دوما إلى المنشورات المثبتة في أعلى الصفحة قراءة المناقشات والتفاعل مع الأستاذ أحمد حيث أنه سيتواجد معكم كل يوم خميس من كل أسبوع وسيتم إرسال بريد إلكتروني بالموعد مع تحيات تقييم المساق November 29, 2000 أعزائنا المتعلمين مثل الإعلانات نفس الشيء تقريبا نفس منتدى النقاش بس هذا بس الأستاذ المادة أو أستاذ المساق أهلا تسجيل لوحة محتويات المساق معلومات المساق فاصلة منتدى النقاش خطة المساق وخطة المساق أكيد شنو يتناول الأسبوع الأول وشنو يتناول الأسبوع الثالث والرابع جدول المواعيد وجدول المواعيد أي يعني هم يخلون أكيد فد موعد معين وإذا تغير أو صار تغيير قاموس المصطلح جدول المواعيد الأسئلة المتكررة والأسئلة المتكررة المراجعة والمصادر العلامات تحديثات المساق قام جدول خطة منتدى النقاش فاصلة معلومات المساق محتويات خلينا ندخل على محتويات المساق ونشوف محتويات المساق إدراك
الانتقاد اهلا نائل عين ان ننتظر نشوف نزل محتب فاصل معلوم منتدى النقاش خطة المساق جدول القاموس المس الملب العل زر مفتوحة الأسبوع الأول الوعي بالذات مقدمة مساق الذكاء العاطفي وصف النفس شباك جوهري ودائرة التأديب تحديد المعتقدات غير العام. خلينا ندخل على هذا الفيديو وتنزل فهم اختبار الأسبوع الأول تحديد المعتقدات غير السابق حتى نرجع بعدين للاختبار. أهلا ننزل تسجيل محتوى فاصل معلومات منتج خطة جد قانون الملاب العل زرمة مقدمة وصف النفس شباك جوهري ودائرة التأثير بعد تحديد المعتقدات غير العقلانية بعد فهم الاضطرابات النفسية current section هاي يعني على اعتبار أنه أكو فد أسئلة أو أكو فد شيء أنت ما جاوبت عليه اختبار الأسبوع الأول أو استبيان العفو اختبار الأسبوع الأول شرى تقييم زر مغلقة الأسبوع الثالث ننزل بعد تحديد المعتقد void zero أنواع void zero تدريب مناقشة تدريب void zero void zero void zero void zero تحديد المعتقد تدريب ومناقشة أيضا مناقشة بخصوص المحاضرة يعني void zero أنواع التفكير السلبي التلقائي أنواع التفكير السلبي void zero تدريب مناقشة void zero نشاط ما بعد مناقشة نشاط ما بعد المحاضرة يعني يعطيك فد نشاط كل المساقات والدورات الموجودة بيها يعني يعطون فد نشاط ما وراء ما بعد اليوم يعني اليوم خلصت يوم أول يوم ثاني يوم يعطونك فد نشاط معين بخصوص عملك زر التالي إذا قال لك التالي راح يعبرك على يا أما فيديو جديد تضغط عليه فيديو جديد الفيديو اللي بعد هذا أو على استبيان يعني هو شوف شنو مخلي او على التدريب هيك خالي زر التالي بس اذا قلت غير متاح يعني ما تقدر الا ترجع شوف وش اسمه هو الاسبوع الاول شوف محتويات الاسبوع الاول شني شوف شني هو مثلا هذا تحديد المعتقدات تحديد المعتقدات شني جوا وتفتح الفيديو بس زر التالي اذا قلت لك التالي لا تقدر تحديد المعتقدات ممكن تقدر اذا ما طلع لك استبيان تحديد الانت زر بلاي play watch on www.youtube.com يعني مشاهدة عبر اليوتيوب اليوتيوب تفتحها هم مسوينها ظاهر قناة خاصة يعني مو كل واحد يقدر يطبع عليها ويشوف الفيديو يتابع الفيديوهات ما تقدر اي واحد يجي ويدخل ويشوف الفيديوهات ما راح يقدر بس انت باعتبار مسجل عندهم شريط تحت موضع الفيديو هنا التقديم والترجيع زر تشغيل وهنا التشغيل ونضغط عليه التشغيل وننتظر في الناس بعض الناس كتبوا فقر بعض الآخر ظلم وآخرين كتبوا تعب أفريقيا حروب وغيره ولكن في ناس آخرين كتبوا ألوان ابتسامة سعادة ليش كل حدا بيطلع على نفس الصورة وبيفسرها بطرق مختلفة هذا ما يسمى بالأفكار التلقائية طبعا هاي هو المفروض يبدي من البداية بس أنا ظاهر يعني ما مكمل هذا قطع أيام أوقات ينقطع النت أو يصير فد مشكلة وما أكمله أو أنساه المهم فهنا التشغيل الثانية عشر تطبيق زر الانت العمق تنزيل محتوى تنزيل الفيديو تنزيل الفيديو إذا تضغط عليه راح يبدي ينزل الفيديو إذا تريد تحتفظ به عندك بحاسبتك محتوى أو بجهازك بس بالجهاز خاصة بالتطبيق كلش ثقيل بالجهاز ما أعرف يعني إذا بالسفاري تفتح الموقع ما أعرف بس بالتطبيق كلش ثقيل الإسناد استخدام مشارك بعض الحقوق زر غير مداحس بعض مشاركة بالتساوي مشاركة بالتساوي ما أعرف زر غير مداحس سابق غير يعني ما تقدر ترجع إذا تضغط عليها ما تقدر ترجع مثل ما قلت لكم لأنه إذا يرجع أكو استبيان أو هيك شيء فما راح يرجع ما قبل فيديو وإنما استبيان هو مخلي يعني شلون اوصف لكم شلون اكو دقمة من الدوسه ظل تقلب لك بالفيديوهات فهذا قبله مو فيديو فما يقدر يسوي يرجع زر التالي التالي طلع لك فيديو او خلينا نشوف شنو وراه زر اسناد بعض الحق مشاركه استخدام الاسناد محتوى تنزيل العوده الى بيض الانتقال انواع التفكير السلبي التلقائي تحديدا يعني هم طلع لنا فيديو جديد وايضا هم راح نلقى تشغيل
اللي راح نروح له بعد الانتقاء اهلا نائل عين ان طبيب اجرى تسجيل زر مغلقه استبيان زر مغلقه الاسبوع زر مغلقه الاسبوع الثالث تحف زر جرد اختبار الاسبوع الاول اختبار الاسبوع الاول نختار اختبار الاسبوع الاول خلينا ندخل عليه الأسبوع. ننتظر يفتح الصفحة كاملة. اختبار الأسبوع الأول. السابق void زر اختبار بعد. اختبار زر غير خالي اختبار اختبار 16-20 نقاط. أها أنا ما أخذ عادي هذا 16-20 هم يقسمونهن كل أسبوع عنده اختبار حسب الأستاذك وأستاذي يخلي كل أسبوعين اختبار ويحسبه مثلا يخلي اختبارين هو عنده 4 محاضرات لمدة شهر فشي يسوي خلي كل أسبوعين اختبار اختبارين يعني وكل اختبار على 40 بس هذا اللي أنا موجود وياه الأسبوع الأول 20 والثاني 20 والثالث 20 يصير 60 والرابع على 40 فأنا مجاوب هذا الأسبوع 16-20 يصير 100 يعني بالأخير هنا فهذا ما أخذ بي 16-20 نزل بعد واحد يشمل الذكاء العاطفي الآتي يشمل الذكاء العاطفي الآتي زر اختيار غير محدد قدرتي على فهم وإدارة مشاعري زر اختيار غير محدد قدرتي على فهم وإدارة مشاعر الآخرين أها. زر اختيار غير محدد قدرتي على تحفيز نفسي وتحفيز الآخرين زر اختيار محدد جميع ما ذكر صحيح يقول جميع ما ذكر طبعا التوم ما رح يقلك صحيح بس لأنه أنا مجاوب عليه يقول صحيح جميع ما ذكر صحيح اثناني تنزل بعد يشكل نسبة معينة في الفرق بين الموظفين المتميزين والموظفين غير المتميزين هذا النسبة هذا بي نسبة جديد يا نسبة يعني زر اختيار محدد 85 صحيح وفق نظرية هو زر اختيار غير محدد 30 3 أساس معظم مشاكلنا واضطراباتنا النفسية تعتمد على زر اختيار غير محدد الظروف المحيطة حولنا زر اختيار محدد تفسيراتنا واعتقاداتنا حول ما يحدث صحيح اها يعني هذا يقول صحيح زر اختيار غير محدد أمراض طفولة زر اختيار 4 زر اختيار محدد الوعي بالذات صح 4 القدرة على إدراك حالتنا المزاجية وأفكارنا بشأن حالتنا المزاجية تعني زر اختيار محدد الوعي بالذات صحيح اها زر اختيار غير محدد التحكم بالذات زر اختيار غير محدد إدارة الذات زر 5 وأيضا زر لقد استخدمتها 2 محاولات من أصل 2 زر غير متاح السابق زر غير متاح التالي جميع الحقوق محفوظة طبعا هنا راح تلقى تسليم بس لأنه أنا مسلم فماكو بعد تسليم المهمة من جديد وإنما منتهي بعد. زر غير متاح السابق لقد استخدمتها زر أظهر الإجابة زر اختيار غير مح زر أظهر الإجابة يعني يقول لك الإجابات الصحيحة ذات تريدها هنا لقد استخدم زر أظهر الإجابة اختبار الأسبوع لقد استخدمت زر غير جميع خدمات المساق خالي QRF logo عن إدراك QRF خالي خدمات المساق ها طبعا ما داخل لها وشايفها بعد شنو قلنا هذا لنا الأسئلة والإجابة عليها خالي خدمات المساق خلينا نشوف شنو خدمات المساق حتى يبقى الشيء الأخير اللي هو شلون نستلم Start. اختبار الأسبوع الأول خالي خدمة QRF logo white 0918A900 عن إدراك المدون عن إدراك خالي QRF logo white عن إدراك خالي اختبار الأسبوع الأول اختبار الأسبوع إذن هم ما جاي يفتح يعني خدمات المساق ما أعرف القصد من خدمات المساق شنو بس مو ما تهمنا يعني تبقى شغلة واحدة اللي هي بعد يومين يعني اليوم مباشر ينتهي هذا المساق فراح أوقف التسجيل إلى ما بعد يومين حتى نشوف شلون راح يرسلون الشهادة يعني شو راح أستلم الشهادة رجعنا لكم وتكملت شرح موقع إدراك بعد يومين من انتهاء الدورة
رجعنا لكم والتكملة، وخلي نشوف شلون راح نقدر ناخذ الشهادة. بصراحة كانت أتمنى أنه أكون أخذ الشهادة، بس ما أعرف هم السبب، لربما الدرجة من 76 ما هم ما وضحوا لي، بس درجتي أنا حاليا 60 بالاختبار، فهم ما أنطوني الشهادة. بس خلي أكون وياكم شون راح نقدر ناخذ الشهادة. كيف تتعلم عبر إدراك؟ طبعا احنا طبينا على لوحة لوحة المعلومات المساقات، علم، مركز المساعدة، منزل، تسجيل الخروج، لوحة المعلومات، مساقاتي، مساقاتي، الذكاء العاطفي، ننزل بعد استعراض المساق، الذكاء العاطفي، ننزل بعد قائمة من سدلة لخيارات المساق وخيارات المساق، أصدر شهادة وأصدر شهادة، نضغط عليها. فهم ما جاي يعطوني الشهادة بينما أنا مكمل وماخذ درجتي 60 من أدخل على علامات مثل ما قلت لكم أنا. تلقى أنه تقدر تحسب درجات، قلت طلع 60، فهم 60 هاي الظاهرة ما يقبلون بها إلا 70، ما أعرف السبب شنو، ما أدري لحد الآن. لوحات المعلومات هو صار ليومين من خلص، بس أنا انتظرت ردت جواب منهم، ردت فد شي بس ماكو. الرجاء الانتظار رح يحسبون درجاتي بالعلامات. نزل. كيف المعلم مركز تسجيل لوحة المعلومات الرجاء فصل الرجاء الانتظار الرجاء الانتظار لوحة المعلومات فصل خالي يتم حاليا حساب علامتك قد تستمر هذه العملية ما يقارب الدقيقة. أها هو جاي يحسب درجاتي بالعلامات، هن قلت لكم 60 بس احنا خلي نشوف. الرجاء الانتظار إدراك الانتقاء أهلا نزل فتحت هسه كيف المعلم مركز تسجيل لوحة لم تكن فصل لم تكمل هذا المساق بنجاح بعد فصل نعتذر لن تتمكن من إصدار الشهادة لعدم إتمامك هذا المساق بنجاح سيتم إعادة توجيهك إلى لوحة المعلومات الخاصة بك بعد 10 ثواني. يعني بس هو بحسب ما فهمت من الموجود أنه راح يدخلك على مباشرة يعطيك إياها تحميل، يعني تسوي لها تحميل أنت راح تقدر تحملها. بعد بقت شغلة مهمة أنه أنت ما تسجل لازم تخلي اسمك الحقيقي حتى من تجيك شهادة باسمك الحقيقي، يعني مو تخلي لقب أو تدخل تسجل بإيميلك وأنت ملقب نفسك بالإيميل بلقب، فراح تنزل مثلا واحد مسمي إيميله مسمي روحه فارس الظلام، فمن يدخل هنا فارس الظلام من تجي شهادة باسمه ايش راح تجي فارس الظلام، فما يصير هم يقول لك كيف المس مركز تسجيل الخروج مركز المساعد تسجيل لوحة المعلومات. لازم انت شو تسوي، تغير يعني تسوي فد تخلي اسمك الحقيقي هنا لوحة المعلومات ادراك اهلا نائل عين ان كيف المس مركز تسجيل لوحة المساقات يعني انا اريد هم بس ما جاي اعرف وين تعديل المعلومات المساقات علم مركز المساعده تسجيل الخروج لوحه المعلومات مساقات الذكاء العام مركز المساعده علم المساقات. بصراحة هنا لازم تتغير، بس هم يقول لي يريد يغير من لوحة المعلومات بس هنا أنا ماكو. كيف تتعلم عبر إدراك WWN عين نائل قاسم أهلا الانتقال إلى نائل قاسم نضغط على هاي خلينا نشوف يفتح له ولا لا. إعدادات الحساب إدراك أها ضغطنا على نائل قاسم نوام فطلع لي إعدادات الحساب هنا، خلينا نشوف شنو إعدادات الحساب. كيف المساق علم مركز تسجيل لوحة إعدادات الحساب ننزل بعد تتضمن هذه الإعدادات معلومات أساسية عن حسابك ويمكنك أيضا إدخال معلومات إضافية ورؤية حسابات التواصل الاجتماعي خاصتك المحيطة مع حسابك. معلومات الحساب الأساسية مطلوبة اسم المستخدم نائل قاسم نوام اسم المستخدم الاسم الذي يعرف عنك في المنصة إدراك الاسم الكامل الاسم الذي يعرف عنك في المنصة إدراك لا يمكنك تغيير اسم المستخدم الخاص بك الاسم الكامل تحرير نائل قاسم يعني هذا نائل قاسم نوام ما يتغير الاسم الذي يظهر على شهاداتك
عنوان الب... الاسم الذي يظهر على شهاداتك. لن يرى المتعلمون الآخرون اسمك الكامل أبدا. أها، فأنا مخلي بس شني ناء القاسم ميم خالي، وهم راح أخلي نون واو ألف ميم نوام مسافة. الاسم الذي يظهر على عنوان الب... الاسم الذي يظهر على شهاداتك. لن يرى المتعلمون الآخرون اسمك الكامل أبدا. يعني يقول لك ما يشوفون الأشخاص المتعلمون ما يشوفون هذا اسمك الكامل. عنوان البريد الإلكتروني تحرير نوكي سن 1992 ميل كوم. قيد المعالجة يجري الحفظ. جرت العملية بنجاح جرى حفظ التغييرات التي أجريت فيها. تحرير نوكي سن 1992 ميل هذا البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لتسجيل دخولك. ترسل جميع المراسلات من إدراك ومساقاتك إلى هذا العنوان. أها، من تسجل التب بأي مساق؟ من ينزل ال نزل الأسبوع الأول تجيك رسالة على الإيميل، ينزل الأسبوع الثاني تجيك رسالة على الإيميل، يتغير الوقت يجيك رسالة على الإيميل، يتحدد أكو أسئلة، أي شيء خص المساق راح تجيك على الإيميل. أنت تفتح إيميلك إذا ما تدخل على على الموقع تجيك بالإيميل. كلمة المرور. كلمة المرور. كلمة سر. عندما تنظر على إعادة ضبط كلمة سر ستصل رسالتي لبريدك الإلكتروني. يرجع عندها أن نقرأ على الرابط الموجود في الرسالة لتغيرها. هذه اللي يريد يغير، يعني مثل ما سمعتوا الدولة أو المنطقة صندوق خيارات مغلقة العراق الدولة العراق معلومات إضافية استكمل معلومات إضافية اختياري استكمل التعليم صندوق خيارات مغلقة درجة البكالوريوس. أها، أنا مخلي درجة بكالوريوس. صندوق خيارات مغلقة ذكر. أها، سنة الميلاد صندوق خيارات مغلقة 1992. أها، الحسابات المترابط فيسبوك. اربط حسابك فيسبوك جوجل. اربط حسابك جوجل خالي طبعا. هذه كل الاعدادات، بس ننصحكم مثل ما شفتوا الاسم يتغير حتى تجيكم الشهادة باسمكم من تنجحون بالمساق. هذا اهم ما كان موجود عندنا بالمساق. اتمنى كان الشرح مفيد لكم وتستفادون من عنده وتطورون من معلوماتكم. القاكم في شرح قادم والى اللقاء.